محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. بسم الله النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت طاهرين وآله وأصحابه الكرام. بسم الله الرحيم حسن بسم الله الرحيم حسن وعليك المكرم بسم الله الرحيم حسن وعليك الجبل وكتاب الجبل وصلاة الله وكرم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kepada para jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama membaca surat Yasin. Bagi para jamaah sekalian yang tidak bisa membaca surat Yasin, bisa membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falak, An-Nas ataupun membaca selawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya sampai dengan pembacaan surat Yasin selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yeah.
وإن كل لما جميع لدينا مهدر وآيات له ليلة بيتنا وأخرجنا من الأحباب منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وبدلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما من أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تغرب القمر ولا الليل سارق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا أمرناه بيده في الملك المشرور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضلهم فلا سرق لهم ولا هم مهتدون إلا رحمة بما ولدنا بعيد وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْجَهْرَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْجَهْرَ وَمَا يَعْلَمُونَ
Bismillahirrahmanirrahim.